السلام عليكم، حياكم الله وأينما كنتم وأهلا بكم إلى عناوين نشرتنا الرئيسية من قناة الموريتانية. وزير التجهيز يطلع على مستوى تقدم الأشغال في بناء الطريق الرابط بين أطار وتججة، ويحث على مراعاة الجودة واحترام الآجال المحددة لاكتمال الأشغال. مركز البحوث والدراسات الولاتية يكشف من خلال تظاهرة بالمتحف الوطني عن تنوع وثراء تراث هذه المدينة التاريخية. رئيس الوزراء التركي يؤكد في مؤتمر الصحفيين أن بلاده ستطلع بدور أكبر من أجل تسوية النزاع في سوريا خلال الأشهر الستة القادمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدى وزير التجهيز والنقل زيارة تفقد واطلاع لمشروع إنشاء طريق أطار تججة الذي يربط بين مدينتي أوجفت وعين الصفرة من جهة، وبين بلدية العين الصفرة ومدينة تججة. وقد مكنت هذه الزيارة من التعرف ميدانيا على مدى تقدم الأشغال في هذا الطريق الذي ينتظر منه أن يمكن من فك العزلة عن العديد من القرى والتجمعات السكنية في كل من ولايتي أدرار وتكانت. مكنت هذه الزيارة التي أداها وزير التجهيز والنقل السيد محمد سالم والعبد الرؤوف من الاطلاع ميدانيا على سير الأشغال الجارية في طريق أطار تججة، خاصة المقطعين الأول والثاني. الوزير تلقى شروحا فنية من قبل القائمين على هذا المشروع، تناولت المراحل التي تم تنفيذها والتي بلغت 70%، فيما بلغت الأشغال المتعلقة بالمنشآت المائية 95%. المشروع بطول 120 كيلومتر وممول تمويل كامل من ممولين دوليين عرب، هو ممول بغلاف مالي يبلغ 15 مليار ملوكية، وينفذ من طرف الشركات سي 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 و سي دي اي، ومتابع من طرف مكتب دولي تونسي كوميت. والأشغال وصلت إلى تقريبا 70%، والآجال المحددة بلغت تقريبا 90%. مقاطعة أوجفت التي استفادت من هذا الطريق ثمن قاطنوها إنجاز هذا المشروع الذي فك العزلة عنها وجعلها تحصل على المتطلبات العصرية المناسبة. وهي الطريقة اللي عدلت لنا، قطع عنها فكت العزلة وطرات ياسر من الأنشطة المدينة. الأول منهم العاد يوصلوها والكيران اللي هم العاد وماكب إذا النقل الحضري، ولاه نقول على أنها مساعة اللي جات، وهي الصيفة بالخصوص الناس جات أفواج عاد يوصل هون لليلة من واقشوط معدل كارين فما فوق. هذا قدره جانا في وقت قباء وجات بالخير الإدارات اللي عدلته، وقائدنا محمد العبد العزيز اللي من ساعة انتشات اللي ما بقى رئيس ماجي وذا قد يعد ما هو من أي شيء. وفي أعقاب هذه الزيارة عقد وزير التجهيز والنقل السيد محمد سالم والعبد الرؤوف اجتماعا مع الطاقم المشرف على تنفيذ المشروع، حثهم به على ضرورة نهاية الأشغال في أوقاتها المحددة مع الالتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال. وقد حضر هذا الاجتماع الفني ولي ولاية أدرار السيد الشيخ والعبد الله ولوة من مقاطعة أوجفت يعقوب الصوفي الموريتانية. ومن أنباء الغيث في هذه النشرة، أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن كميات من الأمطار تساقطت خلال 24 ساعة الماضية داخل البلاد، وذلك على النحو التالي. Thank you.
انطلقت صباح اليوم بالمتحف الوطني بالعاصمة أشغال يوبي للتعريف بالتراث الولاتي في المتحف الأثري الإثروغرافي ناشونال بسويسرا. وتضمن هذا اليوم المنظم من طرف مركز البحوث والدراسات الولاتية بالتنسيق مع متحف نيوشيتالي السويسري معرضا للصور ومحاضرة وعرض أفلام وثائقية وتسجيلات حول تراث مدينة ولاتا التاريخية. هو يوم تحسيسي للتعريف بالتراث الولاتي في المتحف الإثنوغرافي بنيوشاتيل في سويسرا، ينظمه مركز البحوث والدراسات الولاتية لتسليط الضوء على الموروث الثقافي الولاتي العريق بهذا المتحف والذي يمتد تاريخه إلى أكثر من 70 سنة. وقد أشادت الأمينة العامة لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية السيدة ميم بنت الذهبي خلال إشرافها على افتتاح اللقاء بأهمية حفظ وصيانة الإرث الولاتي، كما ثمنت جهود المتحف السويسري واحتضانه لذلك الإرث. ويهدف هذا اليوم كذلك من خلال القائمين عليه إلى تقييم التراث الولاتي الأصيل والتوعية حول ضرورة حمايته من الاندثار ونفض الغبار عنه. هذا اليوم يوم تحسيسي أو يوم تقييمي حول الموروث الثقافي اللي أربط المتحف السويسري المعروف بالمتحف الإثنوغرافي بنوشاتيل ومدينة ولات. والهدف من هذه التظاهرة هو إظهار حجم هذا الموروث الثقافي وكيفية استغلاله من أجل إثراء التراث الثقافي المحلي والوطني بصفة أشمل. ونحن نتوجه لتقييم هذا التراث بغية استشراف مستقبل متطور بين بلادنا ودولة سويسرا من خلال تثمين التراث الثقافي ومن خلال أيضا توثيق هذه الممتلكات الثقافية الموجودة في متحف نوشاتيل. رئيس مركز البحوث والدراسات الولاتية السيد حسني والفقيه شكر في كلمته بالمناسبة القائمين على متحف نيوشاتيل والباحثين السويسريين على جهودهم التي تكللت بجمع الكثير من تراث مدينة ولاتا، مؤكدا استعداد مركزه للتعاون مع المتحف لدعم وتعزيز الشراكة بينهما في هذا المجال. كما شمل اليوم محاضرة قدمها السيد إليف شينيز المحافظ المساعد في متحف نيوشاتيل، تناول فيها تاريخ جمع المعلومات الأثرية عن مدينة ولاتا، وبين في عرضه كذلك جانبا من القطع الأثرية والصور الفوتوغرافية والتسجيلات التي تترجم ثراء وتنوع التراث الموريتاني بشكل عام والولاتي على وجه الخصوص. وتضمنت فعاليات هذا اللقاء أيضا افتتاح معرض للوحات تجسد صورا من التراث النادر في مدينة ولاتا التاريخية وترصد مختلف أوجه التعاون الثقافي بين بلادنا وسويسرا. شكل المخيم الصيفي الوطني الأول المنظم لصالح أكثر من 100 فتاة من مختلف ولايات الوطن تحت شعار من أجل ترقية الفتيات، شكل فرصة فريدة للمشاركات في فعالياته، وذلك للتعريف أكثر على أهم المعالم السياحية والاقتصادية بالعاصمة نواكشوط. من هنا كانت البداية، حيث تم تدشين أول مخيم صيفي وطني تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع عدد من القطاعات الوزارية الأخرى لصالح 112 فتاة تمثل مختلف ربوع الوطن الغالي. عندنا السهرات الثقافية وعندنا سعيدة نطرحها هذا، وعندنا شيء من الألعاب الترفيهية نعدلهم للطفلات في الليل، وفي النهار نعدلهم على الصباح نعدلوا سبور سابق نمشي شرب الصبح. عندنا اللي جلسات نعدلهم احنا في بيوتنا، كل غرفة فيها عدد من الطافلات معاها مؤطرة تعدل جلستها مع طافلاتها. في إطار الأنشطة العامة المبرمجة ضمن فعاليات هذا المخيم، لأن رأينا على أن المعالم الدولة ميات الأطفال في السن هذا البنات يشوفوها عندهم فكرة عنها ويعرفوا عن بلادهم، تقدموا أشواط كثيرة يعودوا اللي هم ينقلوا هذا الإحساس لأهاليهم ولأصدقائهم.
ولأنهن فتيات متفوقات في الحقل الدراسي، كان لابد من اللمعان في إكرامهن عن طريق برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية والتربوية، إضافة إلى الجولات التفقدية والزيارات الميدانية لأبرز المعالم الحضارية والاقتصادية والمعمارية التي تتميز بها العاصمة نواكشوط. هذا المخيم إن شاء الله زين تبارك الله، وراني شاكر طاقم معطرات كامل مع الاهتمام والأقصى درجة بينا، وشاكرتهم على الجولات اللي عدلونا اللي استفدنا منهم شي ياسر من شي ما قطنا شفناه وياسر من شي ما قطنا سمعناه. زيارات اللي عدلونا زينين عندنا، ونتمنى انهم كل سنة يعدلونا. هذا المخيم زين ما شاء الله فتبارك الله فتينا يا رب. حتى المخيم ونبغيهم اللي ونعطينا مالي بليس ما قطعنا شفناهم سابقين مرة. مخيم إن شاء الله زين تبارك الله زين، عدلونا روايات زينين، عطونا استفادات زينين، ومالي مخيم ما شاء الله عليه زين، واستفدنا مالي حتى زرنا الكثير من الأماكن التي لطالما حلمنا عن نزورها. شاكر المخيم على عدلونا اللي ما قطعنا وعدلنا في حياتنا. أنشطة خلت وأخرى تترى على مائدة البرنامج اليومي للمخيم الصيفي الوطني الأول للفتيات اليافعات الذي يتواصل إلى غاية 26 من الشهر الجاري، تترجم حرص السلطات العمومية على النهوض بالفتيات باعتبارهن أمهات القادة ومربيات الأجيال في المستقبل. الشأن الشبابي والرياضي دائما اختتمت بالعاصمة منافسات البطولة الجهوية لكرة السلة المنظمة من طرف الاتحادية الوطنية لهذه اللعبة. تميزت هذه البطولة بمشاركة 32 فريقا تنافست على نيل اللقب طيلة شهر كامل. بعد أكثر من شهر من التنافس الإيجابي بين 16 فريقا من فرق كرة السلة الناشطة على مستوى ولاية نواكشوط الثلاث، إضافة إلى بعض مراكز اللعبة المتواجدة بمقاطعة تيارت الرياض السبخة وتفرق زينة. اختتمت هنا بملاعب المعهد العالي للشباب والرياضة منافسات الدور 14 للبطولة الجهوية لكرة السلة على مستوى منطقة نواكشوط. وزارة الشباب والرياضة يعني تهتم وتعطي العناية الكافية للرياضة وتطوير الرياضة على مستوى البلاد، وهذا دليل على أن الحكومة الموريتانية تشجع يعني تطوير الرياضة والنهوض بالرياضة على مستوى التراب الوطني، وكذلك وزارة الشباب تشجع ما يسمى باللاعبين المحترفين. اليوم الختامي لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف الرابطة الجهوية لكرة السلة بنواكشوط تميز بإجراء مباراة قمة جمعت بين فريقين من أعرق فرق اللعبة، هما فريق نجوم الشمال وفريق ساير باسكت كليب. المباراة شهدت توازنا في المستوى وتقاربا في الأداء بين الفريقين طرف النهائي، لكن الأشواط الأخيرة للقاء شكلت الفيصلة بين الفريقين بعد أن تمكن فريق ساير باسكت كليب من حسم اللقب لصالحه بواقع 62 مقابل 58. نادي إتوال دينور نادي قديم كان موجود في مدينة الزويرات، لعبنا فيه نحن في صغرنا، واخترنا ننقلوا التجربة لنواكشوط هنا تياها من خلاله نعاونوا البطولة الوطنية في النهوض بكرة السلة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، ونشتغلوا على نادينا هذا باللاعبين الشباب صغار في السن وعندهم مهارات تبارك الله، نحاول إن شاء الله في المستقبل يشاركوا في بطولات خارجية بإذن الله. في كرة السلة تختتم بطولة لتنطلق أخرى، وذلك بافتتاح البطولة المدرسية للعبة بالتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي القادم. تمخضت الورشة الخاصة بإعطاء دفع لنظام تقوية الموارد الأكثر استهلاكاً بالعناصر الأساسية على تنظيم يوم تطبيقي يعول عليه في تمكين الموردين والمصنعين من معرفة الأساليب والنظم الحديثة المعمول بها في مجال تخصيب المواد خاصة المواد الاستهلاكية الأساسية. كما مكن هذا اللقاء من إعداد خارطة طريق ستعمل على توجيه عمل حماية المستهلك المتعلقة برقابة هذا الموضوع. توجت الورشة المنظمة من قبل وزارة التجارة والصناعة والسياحة حول إعطاء دفع لنظام تقوية المواد الأكثر استهلاكا بالعناصر الأساسية بتنظيم يوم تطبيقي حول تشبيع بعض المواد الغذائية بالمغذيات الدقيقة كالفيتامينات والحديد وحمض الفوليك.
هذه العملية تمت بموازاة عروض علمية توضح كل مراحلها وتؤكد على الموردين والمصنعين والفاعلين في المجال التجاري إلزامية تشبيع الملح والزيت بالعناصر الأساسية في مسعى لحماية المستهلك ومراقبة كل المواد الغذائية المستهلكة. بطبيعة الحال بالنسبة لتشبيع هذه المواد هنالك الجهات الحكومية ستسهر إن شاء الله على تطبيقها وتطبيق المعايير الأساسية اللي مطلوبة في هذا المجال، وعليه اللي طالبين من تجارنا ومصنعينا لأنهم يلتزموا بهذه المعايير الواردة في النصوص، وفي الأسابيع المقبلة سوف نقوم إن شاء الله بحملات التأكد من جودة هذه المواد وهل تم الالتزام بهذه المعايير. العروض المقدمة خلال هذا اليوم التطبيقي مكنت من إعداد خريطة طريق ستمكن من إعطاء دفع لنظام تقوية المواد الأكثر استهلاكا بالمغذيات الدقيقة وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال حماية المستهلك ومراقبة جودة المواد الغذائية. أعلن مساء أمس عن تأسيس هيئة إنماء للتراث والعمل الاجتماعي كإطار شبابي جمعوي جديد يهدف إلى العمل على الرفع من المستوى المعيشي والصحي لأفراد المجتمع عبر خلق آلية جديدة للتواصل والتعاون والاندماج بين مكونات المجتمع. جرت التظاهرة الاحتفالية الخاصة بتأسيس هذه الهيئة بحضور شخصيات علمية وثقافية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والهيئات العاملة في المجال الاجتماعي، وأكد المشرفون على الهيئة والمشاركون في مداخلاتهم أن تأسيس هيئة جديدة في مجال التراث والعمل الاجتماعي سيعزز الجهود التي قيم بها في هذا المجال لخلق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. دوليا في هذه النشرة قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن بلاده ستطلع بدور أكبر من أجل تسوية النزاع في سوريا خلال الأشهر الستة القادمة للحيلولة دون تقسيمها. وقال يلدرم في لقاء صحفي موسع مع وسائل إعلام تركية وعالمية بمدينة إسطنبول إنه متفائل بأن يؤدي العمل المشترك لإيران ودول الخليج وروسيا والولايات المتحدة إلى إيجاد حل للأزمة السورية. كما أكد رئيس الوزراء التركي أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لتركيا وليست عدوا لها. وعد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بتحقيق ما فشل الديمقراطيون في تحقيقه للأمريكيين المنحدرين من أصول إفريقية، وتركز الاستراتيجيات الانتخابية للحزب الجمهوري ومنافسيه الديمقراطي على ضمان انتصارات كافية في الولايات المؤيدة لهما تاريخياً. ألقى المرشح الجمهوري للبيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية القادمة دونالد ترامب خطاباً أمام مناصريه توجه فيه إلى الأمريكيين السود في محاولة منه لتوسيع القاعدة الانتخابية لحزبه في مواجهة معارضيه. وخلال هذا التجمع الانتخابي طالب ترامب من كل مواطن أسود أن يصوت له قائلاً في هذا الصدد: ليس لديكم مدارس بالمستوى المطلوب والبطالة منتشرة بين صفوف الشباب، ما الذي يمكن أن تخسرونه؟ وتعهد ترامب في كلمته بهذه المناسبة بتغيير أوضاع السود عن طريق إقامة مشاريع تنموية والقضاء على البطالة وتحسين القطاعات الصحية والتعليمية في جميع المناطق الداخلية بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان المرشح الجمهوري دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق خلال الانتخابات التمهيدية أنه سيتمكن من استعادة أصوات المنحدرين من أمريكا اللاتينية، وتوجه الآن بخطاباته إلى بقية فئات المجتمع الأخرى بما فيها السود بهدف الحصول على أصوات هذه الفئات في الانتخابات المقبلة. وفي موقف معارض للخط الجمهوري التقليدي ندد المرشح الجمهوري مرة أخرى في هذا الخطاب باتفاقيات التبادل الحر الموقعة في المجال الاقتصادي سابقا هذا العام، مؤكدا أنها لم تساهم في دعم الاقتصاد المحلي الأمريكي حتى الآن. ختام نشرتنا، فإلى العناوين مجددا. وزير التجهيز يطلع على مستوى تقدم أشغال بناء الطريق الرابط بين أطار وتججة، أحث على مراعاة الجودة واحترام الآجال المحددة لاكتمال الأشغال.
مركز البحوث والدراسات الولاتية يكشف من خلال تظاهرة بالمتحف الوطني عن تنوع وثراء تراث هذه المدينة التاريخية. رئيس الوزراء التركي يؤكد في مؤتمر صحفي أن بلاده ستطلع بدور أكبر من أجل تسوية النزاع في سوريا خلال الأشهر الستة القادمة. أشكركم على حسن المتابعة، أعود فألقاكم في آخر عرض إخباري عند منتصف الليل، في أمان الله.